يا اهلا بكم، معاكم محمد فتحي من قناه كود ستارت، وبنكمل كلامنا عن الفلاتر ديفلوبمنت كورس. دي القناه بتاعتنا على اليوتيوب كود ستارت. افضل طريقه لمشاهده الفيديوهات هي الضغط على قوائم التشغيل البلاي ليستس، ومنها تختار الكرييتد بلاي ليستس او تظهر فيها جميع قوائم التشغيل. هتلاقي هنا قوائم التشغيل بلونين، اللون الازرق ده باللغه الانجليزيه واللون البرتقاني ده باللغه العربيه. القوائم التشغيل مرتبة، أفضل طريقة أن أنت تبدأ بالقائمة رقم واحد، ثم بعد ذلك 2 3 4 وانت ماشي كده. بالنسبة للفلاتر ما تنساش تضغط على لايك بطن للفيديو وسيب تعليقك وشير الفيديو، ده بيكون من أكبر دعم لينا. النهاردة هنكمل حديثنا عن الانهيريتد ويدجت، وهنشوف هنعمل ابلكيشن ازاي نشير الاستيت، حاجه خاصه زي الشوبينج كارت كده. انا عندي مجموعه من البرودكتس زي ما انت شايف اهي، كل برودكت بعرض اسمه وسعره، وعندي شوبينج كارت فوق اهي وفيها زيرو، انا لسه ما اخترتش اي حاجه. الكلام ده تقدر تطبقه في اي بروجكت مهم جدا الجزئيه دي، ازاي تمانج الاستيت او تشير الداتا ما بين اكتر من ويدجت. انا عندي هنا هختار مثلا المنتج رقم 7، مجرد ما بختاره كده بيبدا يظهر في الشوبينج كارت اهو رقم 1، اختار منتج تاني بقى عندي هنا المنتج 2 والمنتج بالشكل ده، يبقى انا كده مختار 4 برودكتس موجودين معايا. لغيت منتج معين اهو، اصبح عندي 3 برودكتس موجودين. ازاي هامبلمنت الكلام ده النهارده هنشوف. كده انا عندي 3 برودكت سيلكتد، لو ضغطت على الكارت هروح لمكان تاني او لبيج تاني الكارت ديتيلز، وعرضت لك ان انا مختار 3 سيلكتد ايتم. لو انا جيت كده وضغطت كده بقى 2 هنا وضغطت هنا يبقى 2 سيلكتد ايتم. ازاي نعمل الكلام ده؟ هنعمله بالانهيريتد ويدجت. احنا بنكمل كلامنا عن الفلاتر ستيت مانجمنت، هنتكلم على اتكلمنا المحاضره اللي فاتت على الانهيريتد ويدجت، وده مثال تاني بنعزز بيه طريقه فهمك للانهيريتد ويدجت، لان الجزء ده بتاع الستيت مانجمنت مهم جدا. هنبدا مع بعض كده نعمل البروجكت اهو بالشكل ده فاضي. اول حاجه، اول جزء انا هامبلمنت الديزاين ده كده. كل اللي هعمله هنا هبدا اول حاجه هامبورت الماتيريال دوت دارت، وبعد كده هبدا بالمين ميثود المين، والمين هتريتر ماتيريال اب، هتريتر ران اب، سوري ران اب، وبداخل الران اب انا هدي لها انستنس من الماي اب بالشكل ده، وهبدا اكريت الانستنس هنا او الستيتلس ويدجت. ستيتلس ويدجت هي اسمها ماي اب، وبداخل الستيتلس ويدجت هنا انا كل اللي عمله ان انا هريتيرن ماتيريال اب، ماتيريال اب، والماتيريال اب هنا الهوم هتكون انستنس من الهوم ويدجت. هننشئ الهوم دي مع بعض، هروح هنا وهنشئ الهوم، هعمل فايل تاني اهو وهسميه هوم دوت دارت، هوم دوت دارت، وهيبقى داخله عباره عن ابدا الاول امبورت الماتيريال دوت دارت الماتيريال ديزاين، وبعد كده ببدا بالستيتلس ويدجت. ممكن تعمل ستيتفول ويدجت، انا هنا هستخدم ستيتلس ويدجت مع ستيتفول بيلدر، وشرحت الكلام ده في المحاضره اللي فاتت. هسميه الكلاس ده هوم، وهريتيرن هنا ستيتفول بيلدر، ستيتفول بيلدر، وهنبعت له هنا البيلدر هيكون عباره عن انونيمس فانكشن، هنبعت لها الكونتكست والستيت فانكشن اسمها ستيت سيتر، هسميها set state، وبداخل الفانكشن دي انا هريتيرن سكافولد. السكافولد طبعا هنبعت له، هنعمل سيمي كولن هنا، السكافولد هندي له الابر، هنبعت له الابر ده هيكون من نوع ابر ويدجت، ابر ويدجت. بداخل الابر هنبعت التايتل، هنبص التايتل هيكون نوع تكست ويدجت، وهنكتب هنا شوبينج كارت، وبعد كده البادي البادي هيكون نل دلوقتي عشان نبدا نكمل الكلام ده، وهامبورت الهوم هنا في المين، هامبورت الهوم، وهبدا اعمل رن، هياخد وقت كده في التشغيل، هعمل رن هيبدا يظهر قدامنا في الشكل ده كده. هبدا ان انا هنا هروح انشئ
الكلاس هيمثل البرودكت، شايف كل برودكت هنا عندي ايه، عندي اسم البرودكت وسعر البرودكت والكلام ده. فانا هروح انشئ فايل هيريبريزنت الموديل للبرودكت، هسميه برودكت دوت دارت. البرودكت دوت دارت ده انا هبدا هيكون عباره عن كلاس برودكت، هيكون عندنا هنا اتريبيوتس هي عندي السترينج النيم و انت او دبل البرايس او نمبر، وبعد كده بوليان او بول الاز تشيكت. وهبدا بالكونستراكتور، ادي برودكت كونستراكتور، والبرودكت هنا ياخد ذس دوت كونستراكتور دوت النيم وذس، مش محتاج اعمله نيم دي كونستراكتور، ممكن كونستراكتور عادي كده this dot price و this dot is checked. تمام، يعني يكون افضل لو ضفنا له النيم ده، مش هتفرق معانا بس نعرف هو ده ايه وده ايه. يبقى النيم نبعت النيم والبرايس و is checked بالشكل ده. وبعد كده هروح بقى للهوم، الهوم، وهبدا اعمل الليست فيو. هبدا في البدايه هنا اجنريت دامي داتا، مجموعه من المنتجات دامي كده. فانا هنشي هنا ليست، الليست هنا هتكون ليست اوف برودكت، هسميها ايتيمز وهيساوي، ممكن اقول له ليست هيساوي ليست او هتساوي كوسين ذا سيم، يعني نفس الشيء. هيمبورت الكلاس اللي اسمه برودكت، هكليك هنا وامبورت الفايل برودكت دوت دارت، و هبدا هنا هاساين، يعني ده كده عباره عن ايتم، عباره عن مجموعه من البرودكتس بس فاضيه، انا هبدا املاها بالايتمز. فانا هسيبها كده، مش يعني مش هاساين هنا، كل اللي اعمله هنا اقول له هتساوي ليست دوت جنريت، وهبدا جنريت 100 ايتم مثلا، وكل ايتم انا هنفذ الميثود دي عن كل ايتم، فدي ميثود بتتنفذ في خلال ال 100 مره، هتاخد ايتم او الاندكس اللي بتلف عليه، وبداخل الميثود دي انونيمس فانكشن اهي، انا هبدا ريتيرن هريتيرن برودكت. البرودكت ده زي ما انت شايف هنا محتاج اديله النيم، فالنيم هيكون برودكت والاي، نكون كانت معانا الاي. بالنسبه للبرايس هنقول مثلا هنستخدم راندوم، كلاس راندوم دوت دوت نيكست انت، ونقول له الماكسيمم مثلا 5000، الماكسيمم 5000. وبعد كده الايز تشيكت، إذا تشيك ده يكون الديفولت بتاعنا بفولس، فولس الديفولت فولس. بالنسبة لإذا تشيك ده هيكون الديفولت فولس زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة للبرودكتس. لو جيت كده عملت سيف و تمام، خدنا انتر كده عشان الكود يبقى افضل شوية. هبدأ بقى هنا، انا عندي كده مليت الليستة اللي اسمها ايتمز بكل المنتجات، عملت لها بوبوليت بكل المنتجات. هبدا هنا اخد المنتجات اللي موجوده في الري دي اضيفها هنا في الليست فيو. فانا هنا هستخدم ليست فيو دوت بيلدر، وممكن نقفل دي كده ليست فيو دوت بيلدر، ندي انتر هنا، وهبدا هنا بالايتم كاونت. كاونت هيكون عندي ايتيمز دوت اللينث، والايتم بيلدر المستخدمه في انشاء الليست الايتيمز هتكون عباره عن انونيمس فانكشن، هتاخد الانونيمس فانكشن هتاخد الكونتكست والرقم اللي هتلف اللوب، رقم الاندكس، رقم اللفه يعني، رقم اللوبينج. في كل مره هتعمل ايه هنا، هتريتيرن ليست تايل. الليست تايل هنبدا هنا بالتايتل، نبدا انتر كده، في كل ايتم هيكون التايتل، انا هنا هدي التايتل عباره عن رو
والرو هيكون بداخله children. هنبدأ هنا نضيف أول حاجة هنا في الرو، هضيف التكست، والتكست ده هنكتب فيه مثلا الايتم. فأنا هاجي هنا هعمل حاجة بالشكل ده، هقول له هنا item عند الاي دوت النيم. هو هنا اوتوماتيك النيم ده string، فأنا مش محتاج أعمل السنجل كوت. فأنا هقول له items على طول، ده نص النيم ده نص، فهقول له items دوت النيم اللي هو اسم المنتج. وبعد كده أضيف بعد كده التشيك بوكس، تشيك بوكس. نشوف الأول بس كده بدون ما نعمل تشيك بوكس، نسيف ظهر عند المنتجات بالشكل ده اهي. هبدأ أضيف جنب كل منتج تشيك بوكس كده يقدر يختار منه. فأنا هاجي هنا وأضيف تشيك بوكس، تشيك بوكس. التشيك بوكس ده هنبدأ نبعت له هنا الفاليو. الفاليو هتكون قيمة الايتمز برضو عند الاي اللي هو البرودكت مثلا 1، او بعد كده البرودكت 2، البرودكت 3 دوت از تشيكد اللي هي بوليان. فلو عملت كده سيف دلوقتي هيبدأ يظهر كل اللي تشيكد بالشكل ده. تمام، ابدأ ان انا اختار، بس انا محتاج اضيف هنا التكست هنا اضيفه داخل اكسباندد. فانا هراب دي كده، هقول له راب وذ ويدجت، الويدجت دي اسمها اكسباندد، ونعمل سيف. يبقى شكلها كده تاخد السبيس كله اهو. لاحظ بقى ان انا هنا هبدا ان انا اخليه بقى يتشيكت قبل ان انت تتشيكت، لما كليك عليه ما يحصلش حاجه. فانا هضيف له خاصيه الاون تشينج، اون تشينج دي فانكشن جاي معاها الفاليو اللي هي هو اختار دلوقتي ولا لا البوليان. هبدا اعمل ايه، انادي على سيت ستيت، وست ستيت دي هتغير الستيت بتاعت الاوبجكت يعني بتاعت الويدجت، هغير في الفاليو. فانا هغير في قيمه الايتيمز دي كده از تشيكت، اقول له هنا سيت ستيت هتاخد انونيمس فانكشن اهي. بداخل الانونيمس فانكشن هبدا هنا اقول له از تشيكت بترو. فبالتالي لو عملت سيف دلوقت واي ايتم مثلا ايتم 29 ضغطت عليه قدرت ان انا اختاره، الايتم اللي بعده 30 قدرت ان انا سلكت. بس هتلاحظ ان انا لو انا عاوز ان سلكتد مش هقدر، كليك عليه مره ثانيه ما بيحصلش حاجه. عشان تخليه ان تشيك فانا هنفي، يعني هو دلوقتي سلكتد اهو، فانا هقول له ياخد ده كده اللي هو سلكتد، هقول له لو حصل كليك عليه مره ثاني هو هنا بسلكتد. تمام كده، فانا هنا هنفي الكلام ده. فاذا كان هو سلكتد دلوقتي فانا نفي سلكتد ان سلكتد، فانا هرجع اخزن فيه ان سلكتد. طيب رجعت كليك عليه مره تاني هو دلوقتي ان سلكتد نفيها سلكتد، فترجع تخزن هنا سلكتد، فبالتالي هيصبح شغال. تمام، لو عملنا سيف تكليك عليه اوكي ان كليك شغال اهو. تمام، ده بالنسبه للليست فيو من الايتم. ممكن نعمل كمان نضيف السعر بعد الرو، نضيف السب تايتل، وده هيكون تكست برضو تكست. وهنا هنعرض الدولار ساين الايتيمز عند الاي دوت البرايس بالاي جي بي بالجنيه المصري بالشكل ده. يبقى انا عندي كل منتج وتحتيه سعره زي ما انت شايف. كمان ممكن كمان اعمل الكلام ده في شكل كارت. فانا هاجي هنا على الليست تايل و هراب وذا ويدجت، الويدجت دي اسمها كارت، كنترول اس سوري كارت وليس كارت كارد، كنترول اس. بقت شكلها بالشكل ده، هي ممكن ندي بادنج او مارجن. فلو جينا هنا داخل الكارت ومارجن edge insets dot all ودينا 10 مثلا كده وعملنا سيف، اعتقد كده تمام الى حد ما. محتاجين كمان نبدأ هنا والان تشيكد شغال اوكي.
هنبدأ نروح نضيف كمان الباج هنا او الشوبينج كارت ايتم. تعالوا الاول نرموف البانر ده. هاجي هنا في المين في الماتيريال اب و الديباج شو تشيكد مود بانر، هديله فولس سيف، بقت مش موجودة هنا. هروح على الباب دوت ديف وهسيرش على بيجز بيجز بيد معلش سبيلنج مظبوط تمام البادجز زي كده بادج يعني هتشوف شكله عامل كده اهو تمام. هنضيفه هنا طريقه سهله جدا. كل اللي هعمله هنا ان انت هتيجي هتضيف البادجز في الديبندنسيز. فانا هاجي هنا في الباب سبيك دوت يامل وهضيف بعض هو اوتوماتيك متضاف اهو بادجز. فبنكتب هنا بادجز وما بنكتبش الفيرجن، بنجيب احدث فيرجن وبنسيف، بيبدا هو اوتوماتيك يجيت اللايبراري دي. هنيجي هنا في الجزء بتاع المين في الـ في الـ في الهوم. هاجي في الهوم في الابر، عاوز اضيف الجزئيه دي هنا فاضيفها في الابر. ادي الابر في الجزء الخاص ب الاكشنز. في الجزء بتاع الاكشنز هبدا اضيف انا هنا ال البادج، والبادج هنا هنبدا نضيف له هنا الكونتنت البادج كونتنت، وده هيكون تكست مبدئيا وليكن مكتوب فيه رقم 5 بالشكل ده. فلو عملت سيف دلوقتي هيظهر هنا البادج تكست هنا هو رقم 5. هنضيف له بعد كده التشايلد، والتشايلد هنا هيكون ايكون باتون، ايكون باتون عشان نكليك عليه. هنا الايكون هيكون عباره عن ايكون، وهنختار الايكون بتاع الشوبينج كارت وبالشكل ده كده. هندي بادنج هنظبط اكتر من كده، وهنعمل كمان الاون بريست هتبقى انونيمس فانكشن نقدر نكليك عليه. هندي بادنج شويه، ممكن ندي مار اراب الجزء ده البادج، اعمل له راب مع كونتينر، والكونتينر هنا بداخل الكونتينر ندي مارجن. المارجن ده او ممكن تدي مارجن على طول ترابه مع المارجن، يعني مش هتفرق انت كل واحد وطريقه تفكيره يعني وطريقه شغله. المهم انا هنا هدي له المارجن ايدج انسيتس هديله من اونلي. هندي مسافه من ناحيه الطب، الطب هيكون مثلا 15 بكسل، ومن ناحيه الرايت وليكن مثلا 25 بكسل. فلو عملت سيف لحد ما بقى وضعه تمام مظبوط. ممكن نغير كمان الكالر بتاع التكست ستايل، ستايل هيكون تكست ستايل. هنا الكالر هيكون كالرز دوت وايت، نجرب كده الوايت سيف تمام. بقى الرقم نمبر 5 لونه ابيض اعتقد كده تمام. طبعا كل واحد يبقى عنده سنس شويه في اللون يغير بقى ويغير الالوان. المهم الفانكشناليتي معانا شغاله تمام. ده بالنسبه للشوبينج كارت. عاوزين هنا اوتوماتيك اول ما نكليك على ده نبدا نفتح شاشه تاني. فانا هعمل ايقونه تاني او شاشه تاني كده، فايل تاني هسميه كارت ديتيلز، كارت ديتيلز دوت دارت. وهنا هيكون عباره عن ها امبورت الماتيريال، وهيكون عباره عن ستيتلس ويدجت. هنا هيكون اسمه كارت ديتيلز، وهنا هيكون عباره عن سكافولد. الابر هيكون ابر، والتايتل هيكون تكست ومكتوب فيه كارت ديتيلز. وبعد كده البادي هيكون عبارة عن سنتر،
للتشايلد هيكون تكست مكتوب فيه مثلا 5 selected و نغير كده الستايل شويه، ندي ستايل هيكون theme dot of context، ندي ستايل حجم كبير شويه dot text theme dot وليكن display 1، ونعمل بقى الاون كليك. لما نكليك على هنا يروح يفتح الشاشه دي، فكل اللي انا اعمله هاجي هنا في الهوم وفي الاون كليك عند الايكون هروح اقول له نافيجيتور navigator dot of context dot push. شرحنا الكلام ده في الراوت، تقدر برضو ترجع، انا يعني بسرعة لان الكلام ده احنا شرحناه already. هنا في البوش انا هبدأ ابعت material page route material page route، وهنا هنديله البيلدر هيكون عبارة عن anonymous function هتاخد الكونتكست وهتريترن البيج اللي اسمها cart details. تمام، فبالتالي لو عملت سيف دلوقتي واخترت شغال بالنسبة للاختيار، طبعا هنا الرقم ثابت، هنشوف ازاي هنمبلمنت الكلام ده في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. لو ضغطت على الكارت بدأ فتح وقال لي ان انت عندك مجموعة من الايتم، لسه هنعمل الكلام ده. انا هوقف كده الفيديو ده، والمحاضرة الفيديو الجاي ان شاء الله هبدأ امبلمنت الكارت باستخدام الستيت مانجمنت وبالتحديد باستخدام الانهيريتد ويدجت. ما تنساش تشير للفيديو ده على اي جروب يقابلك، ده بيكون من اكبر دعم لينا. لو انت فعلا بتستفيد من الفيديو يا ريت تعمل شيرنج للفيديو على اي فيسبوك وتلايك